السلام عليكم. مثل ما تكونوا هون شايفين في عندي درة، مثل ما تكون شايفين طلع خايف، يعني ما له أليف أبدا. مثل ما تكون شايفين ما له أليف. هلا بدي أروضه، بدي أخليه يطلع على الإيد، تمام؟ وراح أفرجيكم كيف. مثل ما يكون شايفين طلع عم يعض، شايفين عم يعض، بس انا لابس كف للطيور. مثل ما يكون شايفين عم يعض، وهذا من زمان كان مروض لما كان صغير. من لما كبر ما عاد مروض نهائي. هلا كل اللي بلزمني انا بهالحالة هاي شرطتين، شايفين؟ كل اللي لازمني شرطتون. والله راح افرجيكم شلون بدي الزق له جناحاته، لانه حرام واحد يعني يقص له جناحاته. بس راح البس الكف الثاني. ما لبسنا الكف الثاني من الاول. هلا مسكة الطير انا مسكته هيك كمان، كان هي مسكة الطير بتصير هيك، شوفوا شلون اصبعتينكم هدول طلع عم يعض. اصبعتينكم هدول تنتين حطوهم عند الرقبة من هون، بتعمل له هيك وترجع له رقبته لورا، شايفين شلون؟ هاي مسكة الطير النظامية. أنا هلا فيني مثلا بحلق جناحاته وأسوي اللي بدي إياه. هلا أنتوا لازم تكونوا مجهزين قطع صغيرة من الشرطتين مشان تلزقوا جناحاته. أنا ماني مجهز، فرح أجهز هلا الشرطتين. كان يكني بفر مي نسكته. هاي هلا بعد ما قصينا الشرطتون رجعت لكم. هلا بنشلح كف، بنضل ماسكين الطير هيك، تمام؟ مثل ما تكون شايفين تشوف شلون عم يعض. افتح جناحاته، شوفوا هلا الجناحات، بس فتحتوا الجناح هيك بدي اياكم تعدوا 5 ريش، تمام؟ من اول الجناح، مو من الاخير، يعني مو من هون، من هون. شوف 1 2 3 4 وهي 5، تمام؟ بدي اخذ هدول 5 رياش. شايفين هدول 5 رياش راح اخذهم. طلعوا عم يشتغل بايد وحده، يعني ما في داعي. شو اسمه؟ طبعا اللي ما عنده خبره راح يلاقيها شوي صعبه. ما تخافوا، اهم مشي. عرفت شلون؟ يعني الطير ما فينا نسوي شيء، حيوان. بس عم زبط الريش، شوفوا هلا بعد ما زبطت هيك الريش ضميته على بعض، شايفين؟ باخذ لزق شرطتون، لزق شرطتون، تمام؟ بحطها من هون، شوفوا بحطها من هون، شايفين؟ هيك وبلفها. وانتو عم تلفوا انتبهوا ما تلتزق بالستة بالريشة السادسة، شايفين كيف؟
شايفين خمس رياش نزعت له اياهم. طلي شوفوا ما مبين حتى، يعني هدول الخمسة راح يصيروا هيك مخبيات، فاللزق ما راح يبين، بس هو طبعا جوز بعدين يحاول يقلعهم، بس ما بنقلعوا معه يعني، مو تحاولوا هيك تكبسوهم شوي انه يمسكوا الجناح مثل عادي. هلا راح البس كفة الثاني مشان اساوي الطرف الثاني بالجناح. بمسك الطير برجع نفس الطريقة. هلا هذي الطير شايفين هذي شوي، شوفوا الكف كله هذا شو اسمه، قد ما اللي ماسك فيه ببغاءات كاسكو وما كاسكو مشعشع الكف طيب الحيوان ما بده يترك. هلا بشلح هذا الكف شايفين، خلاص انا ماسكه بكف خلي يعض على كيفه. هلا هو في الم شوي بس يعني ما مثل لما بتكون مالك لابس كف نهائي. بنرجع بنسوي هون نفس العملية شايفين، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهي خمسة. ليش خمس رياش؟ لأنه هدول أطول خمس رياش بيساعدوا على الطيران، ف ما في داعي كمان ناخد أكتر من هيك. خلاص نحن بدنا بس إنه شي انه ما يطير، راح اظبط له ريشه كمان خطي يعني الحيوان ما يتشرق منظره بعدين. شكل اصبعتي نعمل هيك كمان ونضب الريش هيك جنب بعضه نسوي هيك بشكل حلو. بس اهدأ يعني طلعت واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حتى لو سويت ستة ما في مشكلة. بس برجع بذكركم تحطوا من هون بترجعوا السادسة اهدى. ضموها هيك تعملوا هيك تلفوها شايفين طلع من هون الشرطتان، ما تشدوها كتير عليه بس انه اسمه شايفين شوفوا. هلا سفلته ما بقى يقدر يطير. وهيك نحن بنبلش تدريبه. انا ما بحب اقص طير حرام يعني، شقد ما كان راح اقصه. هلا انا راح اتركه ضل عم يعض، هلا راح يعض لي ايدي من هون. تعال شوف شايفين كيف. شايفين كيف حاول يطير ما قادر يطير. هوب يعني بيقدر بعلي تقريبا متر بالأجنحة الباقية اللي ضلوا عنده، أكتر من هيك ما بقى يقدر يعلي. الصلاة على النبي محمد. ما شاء الله طير جميل جدا جدا، شايفين حتى داخل فيه أفيوليت شايفين هون عند الرقبة، طير جميل جدا. وهي كانت هيك التدريب تعليم لكيفية ربط جناح الببغاءات الدراو وجميع أنواع الطيور، حتى الكاسكو فينك تسويها بهذا الشكل. بس طبعا يعني الكاسكو غير الطريقة، إنه ما بحتاج أكتر الأوقات ما بحتاج لها الطريقة هاي، ذاك بالتعامل يعني بصير إن شاء الله. أما الدرة يعني غير. تمام. هذا كان فيديو اليوم، يلا بشكركم كتير، بتمنى دعمكم.
بتمنى دعمكم للقناة وتعملوا لنا كومنتات حلوة، ونشوفكم إن شاء الله بفيديو تاني. السلام عليكم.